أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا شرع للناس يستوفي يقولوا يا عمر فهمنا كي يجي يشري يقولوا يا عمر يا سواسي الميزان نزل الكفة واش بيك فهمنا صح كي يجي يشري ولكن كي يجي يبيع يزر باش ينقص يعني أصبح هذا الكيل هذا لما يعود يشري يعمره لما يعود يبيع يعطيه رغي يعطيه ناقص لما يعود يشري يقول له معمر. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم طفى الصاع يعني الصاع تاعك اصبح ناقص يا ابو ذر. احنا ظنينا باللي الصاع تاعك راه معمر ولكن دخلت الان في المطففين اللي نقل الميزان تاعهم ناقص يعني الايمان تاعك ماهوش كامل. قالوا طفى الصاع. قالوا ابو ذر ماذا يا رسول الله؟ قالوا اعيرته بامه. قالوا عيرته بيمه؟ قالوا نعم يا رسول الله. اسمعوا قالوا عيرته بيمه؟ قالوا نعم. قالوا إنك مرء فيك جاهلية. شوفوا احنا واش راه فينا الآن، احنا رانا مغموسين في الجاهلية حتى الوذنينا. هذا غير غلط غلطة. قالوا راك ما زلت فيك الجاهلية، مازالك ماكش منقي، مازالك تشوبك شائبة من الجاهلية ولست يعني مصفا تصفية كاملة وأصبحت مغموسا في الإيمان والإسلام خمسة تامة. قالوا ما زلت فيك الجاهلية، إنك مرء فيك جاهلية. قالوا يا رسول أوى على كبري على كبري وليت يعني شيخ وأنا في الإسلام يعني ما زلت جاهل؟ قالوا نعم. تعيروا بأمه أبو ذر واش دار يا إخواني الكرام؟ شوفوا الصحابة الكرام أخلاق الصحابة، ولكن من أين استمدوا أخلاقهم يا إخواني الكرام؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. لو ما هو اللي علمهم ما يلحقوا الدرجة هذه. لما قالوا عيرت بيمه قالوا ما زلت جاهل يعني ماكش مربي تربية إسلامية. الإسلام ما نجركش مليح. بدا يبكي أبو ذر الغفاري، بدا يبكي لأن فيه خصلة تاع الجاهلية. وكيفاش يدير الخصلة تاع الجاهلية هذه حتى ينزعها من قلبه وينزعها من ثناياه؟ كيفاش باش ينحيها ويخرجها؟ طاح الأرض، سمعوا مليح، سقط في الأرض وجعل خده في التراب وأقسم الله يرفع خده من الأرض حتى يأتي بلال ويطأ بقدمه على صفحة خده. قالوا أما أنا اللي تكبرت عليك كبر عليك وسبك بيماك عفس عليك. وما بغاش بلال علي رضي الله تعالى ما بغاش يعفس، حتى قالوا للصحابة جيب غير فوق غير يعني تحلة الأيمان يعني باش هو ما يحنث، جيب رجلك على قد خده وارفع رجلك، ما تعفسوش على خده وإنما جيبها فوق خده هكذا وارفعها. قال هذا الخد اللي تكبر أروح يا بلال وعفس لي عليه. وما بغاش بلال علي رضي الله تعالى ما بغاش يعفس، حتى قالوا للصحابة جيب غير فوق غير يعني تحلة الأيمان يعني باش هو ما يحنث، جيب رجلك على قد خده وارفع رجلك، ما تعفسوش على خده وإنما جيبها فوق خده هكذا وارفعها. قال هذا الخد اللي تكبر أروح يا بلال وعفس لي عليه باش ينحي الجاهلية هذه التي أوصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بها أنك امرء فيك جاهلية. فهمنا كيف؟ ولكن هذه يا إخواني الكرام أين هي منا الآن؟ فين رانا الآن؟ وين رانا يا إخواني الكرام؟ رانا الآن كما قالوا يبلع الجمل وما حمل ويقول لك واش درنا؟ فهمنا كيف؟ يشرط الجمل واللي فوقه ويقول لك ما درنا والو سيدي، واش كاين؟ ما درنا حتى شيء، صح ولا ما صح؟ وهكذا وراح الإسلام في واش كاين؟ فهمنا كيف؟ والإسلام كله راح في كلمة واش كاين؟ هذا أبو ذر الغفاري كيفاش تربع وكيفاش طهر نفسه من وثنية الجاهلية على أنه عير رجلا بأمه على أنه قال له يا ابن السوداء. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عاتبه أراد أن يكفر على ذنبه وأراد أن يهين نفسه حتى لا تحدثه مرة ثانية أن يتطاول على الناس، لأن الناس يا إخواني الكرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمه إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أحمر،
إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني شكون اللي يبغي ربي بزاف؟ اللي يبغي ربي بزاف. فهمنا كيف؟ هذا هو اللي يبغيه ربي. وين تسكن؟ في الجبل ولا في الطاق؟ حال ولا بياض طويل ولا عريض؟ مقطع ولا مكسر رجليه؟ هذه كامل ما يسألناش ربي سبحانه عليها. المؤمن أتقاكم هذا هو الأكرم عند الله. إذن نزيد نكلمكم على أنه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى حتى تشوفوا يعني الرحمة التي افتقدناها. نرجو من الله تبارك وتعالى أن أضرب لكم مثالا حتى الله تبارك وتعالى نسأل أن يرد عليها علينا هذه الرحمة التي افتقدناها زمنا طويلا. كان في آخر أمر عاش في الربضة اللي هو أبو ذر الغفاري عاش يعني حوالي 250 أو يزيد على المدينة، مثل الذهب في طريق الذهب إلى الشام. مر عليه ركب من الصحابة وما رايحين للشام، القوا أبو ذر الغفاري يخدم يفلح ومعاه وصيف، فهمنا؟ معاه وصيف شاري بالفلوس عبد، القوا يخدم معاه يد بيد، وأبو ذر فوق عليه حلة مثل الحلة التي على العبد. القوا أبو ذر لابس واحد الجبة مليحة والعبد نتاعو لابس جبة كيما هذيك، تعجبوا قالوا له كنت كي عبدك تلبسه كيف كيف، كنت كي الوصيف تاعك، وعلى ما شعطيت له الوصيف ذاك عطيت له واحدة مهلهلة ولبست انت هذوك يقولوا لك زين زينين في زوج يزيدوا يجملوك مليح سوا سوا كي يكونوا في زوج مليح فوقك. واش قال لهم؟ قال لهم باش تشوفوا بلي باش تشوفوا الصحابة ماشي كيما احنا بعاد وهم بعاد علينا بزاف، بلي هما لما تقيسهم الحاجة يترباو في ذاك النهار، بينما احنا بالهند وبالسيوف وما نش عارفين، فهمنا كيف؟ وبالمطارق وبالحديد وما نش عارفين، إلا نولو لا ما نولوش. إلا كان ربي ساقنا الله تبارك وتعالى سأل أن يقلب قلوبنا إن شاء الله من الإيمان من 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 الشقاوة أو من الغلظة إلى الرحمة، ومن والعياذ بالله إلى كذا إلى الإسلام إن شاء الله والإيمان. إذن واش قال لهم أبو ذر؟ قال لهم صارنا يعني نلبس مليح والوصيف تاعي يلبس ماشي مليح. يقول لهم لا، يقول لهم منذ أن عيرت رجلا بأمه لم يبقى لي أن أحتقر ابن آدم قط. قال لهم عيرت واحد مرة بيماه والرسول عاتبني، من ذاك النهار خذيت عهد باللي عمري ما نزيد نحتقر واحد، ولو عبد شراه من السوق لبسوه كما يلبس هو وشد معاه المحرض ويعاون فيه. وإلى زمان كان الإنسان يشريه من السوق يلزم ما يشوف سيده ما كذا، يعني كل شيء هارب. كيما درك راه تروح مثلا كيما راه الناس يتحدثون يقول لك يروح للبلاد هذوك الطلبه اللي راهم دايرينهم في الزوي وكذا ياكلوا ويشبعوا. لما يكمل واحد حدثني ذيك النهار قال له لما كلاو هذو اللي يسموهم المرابطين ويسموهم كذا راح ليهم واحد، فهمنا كيف؟ قال لك لما نزلوا ناس يعني ورجل عنده كيل وعنده فلوس وما يبغوا الناس هذو باش يحلفوهم، فهمنا كيف؟ وسموا روحهم مرابطين وسموا روحهم اصحاب الزرده أصحاب الوعدة، ولهم يعني سابقة ولهم على أنهم لهم برهان ولهم كذا، وعندهم مقبوب وعندهم مقابر جالسين عليها وشدوا الإيتاوات والرشاوي كابرا عن كابر. قال أجلسنا. قال لما الراجل يعني عنده فلوس لباس به وجزارهم وفارحين به، حطوا واحد القصعة كبيرة معمرة طعام ومعمرة لحم خيرات كبيرة، قال كلاو وشربوا. لما كمل قال هو روح لاقي على الرعيان هذو خليهم يجوا كلهم يكملوا ياكلوا، فهمنا كيف؟ إذن الرعيان واش ياكلوا؟ ياكلوا الفضيات تاع سيادهم، فهمنا كيف؟ هما بشر فهمنا كيف كيما احنا كيما هما، فهمنا كيف؟ بينما الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم ورسولنا صلى الله عليه وسلم كانت تختلط أيديهم في الأواني، فهمنا كيف؟ كل الصحابة كانوا ياكلوا من ماعون واحد، ما يقولوش استنى نكملوا ويجوا فلان، الدفعة الثانية تجي، الدفعة الثانية منين؟ مخدومة بالطين وإحنا مخدومين بالذهب، فهمنا كيف؟ إحنا كلنا بشر، فهمنا كيف؟ ما يقولوش يا ودي روح عيط للرعيان يجوا ياكلوا، محطة الميدا كلها جيبهم كلهم ياكلوا، رعيان ولا غير رعيان كلهم بشر، واش فرق بينك وبين الراعي؟ هذيك اللبسة هذيك النحلو لبس واللبسو لبستك واللي كيما نتايا، هذا ما كان، ليس هناك فرق إلى هذه اللبسة هذه إلا المظاهر خداعة، هذه المظاهر خداعة هذه يا إخواني الكرام هي التي جعلت الفروقات بين الناس، بينما لما يكون عندنا الدين الإسلامي هذه الفروقات كلها تزول.
هون كلنا عباد الله إخوانا، همنا كيف؟ ما يكونش واحد يتكبر علينا ولا احنا نتكبروا عليه، ولا لما نشوفوا احنا زعيم ولا عظيم ولا الرئيس ولا المرؤوس نبدأ نترعدوا ونخافوا، فهو بشر مثلنا يا إخواني الكرام. لذلك الآن الأوضاع في العالم الإسلامي كله وفي العالم العربي كله متدهورة. لماذا؟ لأننا أصبحنا نقدس البشر على أنهم، يعني هذا الناس هذو الكبار والوزراء والعظماء، على أنهم خلقوا من ذهب ونحن خلقنا من تراب. فهمنا كيف؟ بالعكس يا إخواني الكرام، الإنسان لما يتصفح التاريخ، علشان نقول للشباب دائما، فما عليكم إلا أن تتصفحوا التاريخ القديم، تاريخ الإسلامي الصحيح، حتى تكونوا على بصيرة من دينكم وتعرفون كيف كانت الخلافة الإسلامية تمشي. فهمنا كيف؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم والذين جاءوا من بعدهم كانوا دائما يختلطون مع الناس. سيدنا أبو بكر الصديق لما ادى الخلافة هو يصلي بالناس ويمشي في السوق، فهمنا كيف؟ والمرة يعني ثاني يوم من الخلافة تاعه لما بيع اليوم خليفة، غدوة من ذاك الصباح ارفد القفة تاعه وراح للسوق يبيع ويشري. فمن كيف؟ لما مسكوا سيدنا عمر قال له يا أمير المؤمنين، أخليفة أم تاجر؟ أنت خليفة ولا تاجر؟ أنت ركتكم بالمسلمين ورايح تاجر. قالوا وأولادي ماذا يقولون؟ أنا صحراني خليفة، أولادي واش يأكلون؟ فمن كيف؟ هذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما أرسل الجيوش الإسلامية للشام، أرسل الجيوش الإسلامية راحت للشام تحارب، وراحت البيت المقدس وفتحت بيت المقدس، الله تبارك وتعالى أن يفتحه علينا إن شاء الله. لما نكون مؤمن الوعد من الله صادق لا يتأخر أبدا، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده أبدا. ولكن القضية رأي عندنا إحنا، نرجع لله ربي سبحانه وعده ما يتأخرش، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فمن كيف؟ إن تنصروا الله ينصركم، كل الآيات جاءت بالإيمان، كونوا مؤمنين يرسلنا ربي، هذا وعد من الله تبارك وتعالى لا يتأخر أبدا. سيدنا عمر لما أرسل الجيوش الإسلامية الحقيقية وراحت للقدس يا إخواني الكرام، وربحت وغلبت اليهود وغلبت النصارى وفتحت بيت المقدس، ولما أرادوا أن يأخذوا المفتاح لبيت المقدس من يد الراهب آنذاك، قال لهم هذا المفتاح حاجة كبيرة وحاجة عظيمة، ما نجيبش نعطيه لأي واحد منكم ولو كان أمير، يلزم نعطيه للخليفة في يده. فهمنا كيف؟ باش تشوفوا هذا المفتاح هذا ما يجوش أي واحد يقول لك نروح نحارب اليهود نجيبوه لكم، أنت شكونه؟ فهمنا كيف؟ كي الآن أنا أقول لكم يلا بربكم يلا خلينا تحاسبوا، الآن اللي يقول لك نحاربوا اليهود يلا درنا صف ورانا رايحين، وسمعوا بينا اليهود اسمعوا بله، وسمع اليهود باللي راهم جايين المسلمين يحاربونا. فهمنا كيف؟ ينوض واحد ذكي في اليهود ويخطب يقول اسمعوا المسلمين قبل ما تلحقوا لنا غادي نسألكم، علاش راح تحاربونا؟ ليه؟ واش درناكم؟ واش نقولوا؟ نحاربوكم؟ قال حاربونا، قالوا الصبر يا اخي الخمر عندنا وعندكم، الزنا عندنا وعندكم، العري عندنا وعندكم، الربا عندنا وعندكم، همنا كيف؟ السرقة عندنا وعندكم، حاجة واحدة راكم زدتوا علينا، راكم تغشوا، تخدعوا، تكذبوا، تاكلوا بعضكم بعض، تسرقوا بعضكم بعض، قال إذا أنتم راكم مرونين، غير ريحوا ما تعبوش نفسكم، كان تجونا غلبوكم، صح ولا مو صح؟ والله لو قدر لنا أن نقوم عن بكرة أبينا وأمنا، وأن ننطلق صفوفا متراصفة إلى اليهود، لكانت الهزيمة المنكرة. يغلبونا لا، لأن قلوب فارغة. وقلت لكم ما أنا قاعدة مشتقات من التاريخ الإسلامي الحقيقي للشباب أن يجعلوها نصب أعينهم لا ينسونها أبدا، ألا وهي نحن أمة ننصر بالطاعة ونهزم بالمعصية. فهمنا ولا ما فهمناش؟ احنا أمة ينصرنا ربي إلى طعنا ويهزمنا إلى عصينا، وإحنا نشوفوا روحنا بكرنا طايعين ربي، ايش تشوف الجرمبار كيفاش نشتكوا في بعضها بعض. رمضان شهر الرحمة، شهر القرآن، شهر التلاوة، شهر القيام، ناكلوا بعضنا بعض ونعمروا بادي نزبل بالماكلة ونرموا، وناس ما لقاتش لقمة تاكلها. وقول لك الإسلام نحن نغلب اليهود لما نولوا خير منهم في كلش، ونولوا مؤمنين ما يجبوش ينتقدونا، يقولوا يا المسلمين جيتوا تحاربونا وانتم بيوتكم متقوبة وبيوتكم عورة فيها وفيها وفيها، ما ينجموش نقولوا خلاص خلاص أصبح بناؤنا متكامل ما فينا حتى عورة، انتم مليانين بالعورات، لذلك وجب علينا والله تبارك وتعالى ينصرنا عليكم ونغلبكم بإذن الله. أما وبيوتنا عورة
ونروحوا نحاربوا لبيوتهم، يعني اقل عوار منا. هذه ما تخش يا اخواني الكرام، ما تخش في العقل، باللي بالحساب ما تقبلش. كي تلاقى واحد ظالم مع ظالم، انت واش تقول؟ تعرفوا في زوج ظالمين وتشوفوا متلاقاو، واش تقول انت؟ انت وحدك تحسبها، تقول ما دام هذا ظالم وهذا ظالم الصحيح يغلب، صحيح ولا لا؟ الصحيح يغلب، ظالم مع ظالم الصحيح يغلب. بينما ظالم مع مؤمن، بينما كافر مع مؤمن حقيقي، الغلبة للمؤمنين. وإن بدا لك أن في بداية الأمر فيه نوع من الهزيمة، ولكن العاقبة كما قال ربي للمتقين. من كيف؟ ولو خسرنا أنا معركة خسرنا المعركة، ولكن العاقبة أننا سننتصر النصر المبين بإذن الله. إذن ما هو المطلوب منا يا إخواني الكرام؟ قبل أن نعد العدة وقبل أن نعد الصواريخ، فما علينا أن نعد الصواريخ الإيمانية هي الأولى. نسقم أرواحنا وننظم أرواحنا ونستقو تعاليمنا من تاريخنا الإسلامي الحقيقي. فمن كيف؟ نقراوه ونوضو نحاربه في سبيل الله ينصرنا. تعالوا شوفوا سيدنا عمر لما قال الزعيم تاع بيت القدس نصراني آنذاك، قال هذا المفتاح تاع بيت القدس ما هو سهل، ما نعطيش أنا إلا الأمير المؤمنين. وأمير المؤمنين وين؟ في المدينة، يعني بينه وبين القدس مسافة شهر. قالوا ما نعطي حتى الواحد إلا في يد أمير المؤمنين، لأن مفتاح غالي ما هو سهل. وبعدين الصحابة رضي الله تعالى عن الناس يستجيبوا لله، قال هذا الرجل طلب مطلوب شرعي نجاوبه. رسلوا الأمير المؤمنين قال له خلاص رانا فتحنا بيت المقدس وطهرناها، ولكن راه اشترط علينا يعني راهبها أن لا يعطينا المفتاح إلا في يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لما وصل للمدينة وقرع سيدنا عمر الخطاب أفرح، قال هذا الشيء شرفني باش نروح نشد المفتاح تاع بيت القدس. وركب اركب وراح باش تشوفوا هذا الرجل العظيم، وراح حتى الحبل القدس. واش راح يجيب؟ راح يجيب مفتاح القدس فتحوه المسلمين المؤمنين الخلص الذين ارسلهم هو بنفسه. لما وصل ووصل الى القدس الشريف، وهناك الرهبان متصافون صفا عظيما في ابهة عظيمة ينتظرون امير المؤمنين ان يأتي حتى يستلم المفتاح. والصف هكذا تاع المسلمين منا ونتاع النصارى والرهبان من جهه اليمين، وسيدنا عمر جاي راكب على الناقه والخادم نتاعو موراه. فهمنا؟ المهم لما وصل قرب من بيت المقدس، فدخلت الناقه في بركه من الماء فاصبحت تعالج المشي فلم تستطع ان تخرج. دخلت الناقه تاعو في واحد الحفره تاع الماء، بدات تطبع ما تجيش تخرج. كيفاش دار سيدنا عمر؟ عنده خدام تاع الله. احنا واش نقولوا؟ انزل لفلان نطبعها ولا جبد صح؟ هكذا نقولوا. هو انزل، وقبل ما ينزل نحل الصباط تاعو البلغه تاعو، فهمت؟ لان باش ما يخسرهاش، المسلم ما يخسرش، دارها تحت باطو. ونزل ودخل في الحفره هذيك ودا جبد في الناقه خرجها. والكفار يتفرجوا والمؤمنين يتفرجوا. وبعدين الخادم تاعو جاي يزف، قال له اجلس انت في محلك، اجلس ريح. هنا كيف؟ قال الخدام انت اجلس على الناقه ما تحركش. وشد الناقه بيده المباركه والنعل تاعو تحت باطو، هو جاي. سمعت؟ جاي ينظروا فيه الرهبان، ينظروا فيه المسلمين. تعجبوا. جالي عمرو بن العاص داهية العرب المعروف، جالي يجري. قال له يا أمير المؤمنين هلا قدرت الموقف؟ يا أمير المؤمنين قدر الموقف، هذه ناس بروتوكول راهم يتفرجوا فيك، وأنت جاي الخدام تاعك جالس وأنت تكركر في الناقة وصباطك تحت باطك، وشنو هالتمارة عليك؟ الفت روحك شوية باش على الأقل نخلعوه. فهم هذا نقولوا احنا يا سيدي سكم روحك راهم ناس تفرجوا. فهمنا؟ ولكن هذا زاد سيدنا عمر رفعة. يقود في الناقة والخادم تاعو فوق الناقة، والصبابط تاعو تحت باطو ويكركر في الناقة، وجاي يدي تاع بيت المقدس. واش قال له سيدنا عمر لعمر بن العاص؟ قال له والله لولا غيرك قالها لا أوجعته ضربا، ولكن انت امير راني دايرك تتحكم فيه. قالوا له كان واحد اخر قالها لي غير نعطيه العصا.
واش قالوا؟ والله يا إخواني الكرام سيدنا عمر أنا قلت لكم دائما أنه يطلق عليه، يعني أنا أقول يعني ما هوش أنه خريج المدرسة النبوية الحقيقية. فهمنا كيف؟ هذا منين تخرج؟ خرج من المدرسة النبوية، مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كلمة جدير بكل مسلم أن يحفظها، وأنا أقولها أمام الشباب حتى يحفظوها من زواج. هذه هي الكلمة اللي قالها سيدنا عمر، هي اللي تقرر المصير تاعنا في حياتنا دائما. تقرر المصير تاعنا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخلص الدنيا. إذا بعدنا عن الكلمة هذه رحنا. وشنا الكلمة هذه؟ جدير بكل شاب بكل مؤمن أن يحفظها. واش قال له؟ قال عمر بن العاص، قال له نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. شفت على كلمة شحال زينة؟ قال احنا أمة، يقول انت ياكي نطلع ونسقم اللبسة، يعني نخلعهم. ماشي هذيك ما تخلعهمش، نخلعهم بالإسلام الحقيقي هو اللي نخلعهم به، ماشي بالكرافطة واللبسة. منها كيف؟ بينما هل احنا اليهود والنصارى نخوفوا من اللي نلبسوا مليح ولا ناكلوا مليح؟ ما نخوفوهمش. وسيدنا عمر لما مات والجبة تاعو فيها 12 رقعة 12 قياسة، وعاد يقول سيدنا عمر ما عكاش منه، حاشا لله، لم يزده ذلك إلا رفعة ومكانة، لأنه مع الله، والذي يكون مع الله يرفعه الله ولو يموت عاريا، والذي لا يكون مع الله يذله الله ويخزيه ولو كان مغموسا في الترف واللباس إلى أخمص رأسه وقدمه. فهمنا كيف؟ إذن واش قال سيدنا عمر؟ قال كلمته التاريخية التي سجلت على صفحات التاريخ، أنه نحن أمة أعزنا الله بالإسلام. لأن شاف التاريخ تاعو العرب واش كان؟ العرب في الجاهلية ماذا كانوا يا إخواني الكرام؟ كانت معلوماتهم لا تزيد على الأشعار وعلى الخطب وعلى النصر وعلى الهجاء وعلى الغزل، هذا من ناحية الثقافة. ومن ناحية المعاش تبتنى معيشتهم، تبنى على الغارات وعلى الهجمات على بعضهم البعض. فهمنا كيف؟ أن نخلوا جد عند فلان يلا نروحوا ندوه له بالقوة، الغنم ولدت عند فلان يلا ننهبوها له بالقوة، وهكذا دحية العرب الجاهلية. ولما جاء الإسلام رفعهم وأعزهم ورفع رؤوسهم. لذلك سيدنا عمر يعرف، قال نحن قوم أو نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. احنا الآن بربكم قولوا الآن شعوب ودول العالم الإسلامي والعربي كشعوب ودول، هل الآن نرانا نبتغي العزة من الله ولا رانا من الإسلام ومن الله، ولا رانا نبتغي العزة من جهة أخرى؟ رانا نبتغي العزة من جهة، صح ولا لا؟ ما جيناش كنت تدرس الإسلام كل حاجة الإسلام، احنا ما نضربوا برا وما نضربوا مسمار في لوحة إلا تجيبوا لنا الإسلام. نعم، مسمار في لوحة بالإسلام، إذا الإسلام آذن يدخل المسمار هذا يدخل، قال حرام لا يدخلش المسمار هذا. فهمنا كيف؟ وهكذا كل حاجة يلزم بالإسلام. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره، إذا خلينا الإسلام وقلنا ننتصر بالرأسمالية ولا بالشيوعية ولا نروح جهة أمريكا ولا أخرى يقول يلا روح جهة روسيا، رانا جربنا، راه نص العالم العربي مقصوب، نص مع الأمريكان، نص مع روسيا، وكلاهما في انحطاط شديد، وكلاهما في هوية لا يعلم سحقها إلا الله تبارك وتعالى. فهمنا كيف؟ يا كلهم جربوا، هل راح مع الرأسمالية راح، ولا راح مع الشيوعية راح، ولا راح حتى مع الإسباني والوكالين الضفادع راح. فهمنا كيف؟ كل واحد عنده عكازة من إجابة. فهمنا كيف؟ أما اللي يقول لك نرجعوا لديننا ربي يرفعنا رسالنا، مازال ما سمعناش، ولا سمعتوه؟ مازال ما سمعناش. الله تبارك وتعالى يقيض لنا إن شاء الله من أنفسنا من يقول هذه الكلمة، كلمة عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فهمنا كيف؟ نحن رفعنا ربي رسالنا بالإسلام، إذا شدينا بالإسلام نبقى ورأسنا مرفوع، خلينا الإسلام وبغينا جهة أخرى ربي سبحانه نكسرنا الرسالة تاعنا. ولو يعمرونا الدنيا السوق بالماكلة والسوق بالحوايج ونتعمر الدنيا سوارخ والدنيا طانقات والدنيا طيارات، والله ما ينفع. فهمنا كيف؟ لأن الإسلام ما كاينش. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام،
فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وهذه هي القاعدة اللي قلتها لكم قبل قليل، أننا نحن أمة ننصر بالطاعة ونهزم بالمعصية. هذه هي كلام سيدنا عمر، فهمنا كيف؟ يعني مضمون سيدنا عمر احنا أمة ينصرنا ربي بطاعة الله ويخذلنا والعياذ بالله بمعصية الله. إذا أعطانا ربي سبحانه يرفع لنا الرسال عصيناه ينكس لنا الرسال، ولو عندنا الدنيا كلها طائرات كلها صواريخ، لأن الناس بزاف يعتمدوا على الصواريخ ويخلوا ربي ويخلوا الإسلام. أنت لا تنظر إلى الصواريخ وتخلي الله. أنا والله الذي لا إله إلا ولا يهتمني الدنيا كلها صواريخ، فهمنا كيف؟ واو العراق ما ضربش بالصواريخ، واش ده هوزات لليهود شحمه على شحمه وكرش على كرش، فهمنا كيف؟ لو كان ما ضربهمش احسن، اقتل ربع اليهود الملاير بدل يكبوا على اليهود، فهمنا كيف؟ احنا قبل ما نضربوا اليهود يلزم نفهموا رواحنا. وبعدين الانسان اللي ما قراش التاريخ كل يوم يطير، يلزم يقرا التاريخ الاسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل المدينه وهي ملعب اليهود، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه وفيها ما يزيد على 5000 يهودي، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حوالي 1000 صحابي معه. وبعدين دار لهم كيفاش نسق الامور وكيفاش مشى في الامور حتى غلبهم، واللي اكثر من ذلك ما نقولكمش غير غلبهم، ذلهم الذله التي لم يذلوا مثلها في التاريخ. نقولكم ذلهم ذله ما عمرهم ما ذلوا بها في التاريخ. واش الذله هذه يا اخواني الكرام؟ ان اليهودي حفروا لهم خناديق، واللي بغى يقرا التاريخ يقرا، حفروا لهم خناديق كما تقولوا انتم طرانشيات، ويجي اليهودي، فهمنا كيف؟ ويجي اليهودي ويدير يديه موراه ويدير له راسه في الطرانشي، ويجي الصحابي يضرب له راسه ويقلبه يعطي رقبته وحده. هذه في التاريخ شكون دار على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماشي حاربهم، قال لهم انتم اذل من ان نحاربكم، بل انتم تجيبوا رسانكم اذل من الشياه واذل من الارانب، وتحطوا رسانكم للصحابه يطيروا لكم رسانكم. 900 يهودي في نهار واحد، قضيه بني قريظه، نهار واحد 900 يهودي اعطوا ارقابهم ويموتوا ويخرجوا من الحصن تاعهم، يخرجوا كيشات كما شات تاع باطوان، يخرجوهم 10 10. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. وتكلمنا عن السماء وبنيانها بما فيه كفاية، وبقيت نقطة متصلة بهذا الدرس، وهو عند بناء هذه السماء التي قال الله تبارك وتعالى أنها سقفا محفوظا، وأنه رفعها بغير عمد نراها. فهمنا كيف؟ هذه السماء يا إخواني الكرام ليس كما يقول أهل الفلك وأهل الجغرافيا وغيرهم من علماء الطبيعة على أن السماء هذه عبارة عن تراكم غازات بعضها فوق بعض، ثم تتجلى أو ينعكس فيها لون البحر فبذلك تكون هذه الزرقاء. فهمنا كيف؟ وأما السماء الحقيقية يقول لك ليس هناك سماء حقيقية، وهذا كلام محض كذب ومحض افتراء وتقول على الله وعلى علمه بغير علم. أما السماء يا إخواني الكرام فهي مبنية بناء محكما عظيما لا يعلم دقته وعظمته إلا الله تبارك وتعالى. ومما يزيدنا إيمانا ويقينا بأن السماء مبنية بناء، زد على القرآن أنه يقول السماء بنيناها، ويقول تبارك وتعالى سقفا محفوظا، ويقول على أنه رفع السماء بغير عمد ترونها. هذه كلها آيات دالة على أن السماء مبنية وموجودة. والسماء المراد بها السماوات كلها السبع،
فقد ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعرج به إلى السماوات العلى، فهمنا، وكان معه جبريل عليه السلام، فكان إذا وصل إلى سماء إلى السماء الدنيا استأذن جبريل عليه السلام فاستأذن فيقال له من، فيقول جبريل، فهمنا، فيقول ومن معك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فتجيبه الملائكة وتقول له وهل أذن له، وشتشوف الدقة ربي ما فيهاش فوضى، جبريل أنت معروف تذهب وتأتي وتخترق السماوات وتأتي بالوحي وكذلك ترفع كذلك بالأمر من الأرض إلى السماء، ولكن هذا الذي جاء معك هل أذن له أم لا، فيقول نعم أذن له، فيفتح له فيدخل. إذن هذا الفتح يا إخواني الكرام من أين يأتي؟ لا يتأتى إلا إذا كانت السماء مبنية، وإلا إذا كانت مجموعة غازات فالإنسان يدخل في غازات هذه ويقضي إصلاحه ويرجع، ولكن كذب، السماء مبنية بدليل أنه يستأذن ويطرق فيقال له من، فيقول جبريل، فيقال من معك، فيقول محمد، فيقال هل أذن له، فيقول نعم، هنالك الملائكة تفتح أبواب السماء فيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل فيدخلها، فتسلم عليه ملائكة السماء الأولى ويحيونه بتحية النبوة، هنا كيف، ويرى آدم عليه السلام في السماء الأولى، أبو البشرية يراه في السماء الأولى، ثم يعرج به إلى السماء الثانية حتى يصلها، فيطرق جبريل فتقول له الملائكة من، فيقول جبريل، فيقول ومن معك، فيقول محمد، فيقول وهل أذن له، فيقول نعم، هنالك تفتح أبواب السماء ويدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل وتسلم عليه الملائكة ويسلم ويحيونه بتحية النبوة، ويرى في هذه السماء عيسى عليه السلام وزكريا أبناء الخالة، أولاد خالة، فهمنا كيف، عيسى نبي وزكريا نبي، وكلاهما أمهاتهم خيات، يحيى عليه السلام أمه واسمها حنة، وعيسى أمه واسمها مريم، ومريم حنة خيال. إذن هكذا كذلك للسماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، في كل سماء يستأذن عندها ويطرق، فهمنا كيف؟ إذن هذا يبين لنا على أن السماوات مبنية. وكم يا إخواني الكرام بين السماء والسماء، ما هي المسافة؟ اسمعوا إلى المسافة حتى لا يغتر بعضنا إذا رأى الصواريخ هذه تجوب الأرض وتجوب السماء ويقول الصواريخ هذه وين رأي تروح، كم جلست عام وهي في السماء ومازال ما لحقش، فهمنا كيف، حتى تعلم أن السماوات التي خلقها الله تبارك وتعالى لا يصلها صاروخ ولا يصلها مركب ما أتي من علم ودقة، فهمنا. إذن بين السماء والسماء شحال كاين، نستمعوا مليح، كاين مسافة 500 سنة، وهذا حديث صحيح، بين السماء والسماء 500 سنة، من الأرض إلى السماء 500 سنة باش نلحقوا السماء الأولى، سمعنا ولا ما سمعناش؟ مش يغتر المغترون ويقول لك الروس يرسل مركبة جلست عام وهي في السماء، مازال ما وصلت السماء الأولى ولا السماء السابع ولا عقبة راحت، فمن كيف؟ هذا كله كذب، راي فوق ريسان الدور،
فهمنا كيف؟ هذه التي أرسلها الروس أو أرسلها أمريكا فهي موجودة في السماء الدنيا، يعني فوق رسالنا راهي الدور. فهمنا كيف؟ السماء الدنيا التي الله تبارك وتعالى سخر هذه الأشياء أن تسير فيها، وإلى السماوات العلى الأفق الكبيرة التي لا يعلم عظمتها إلا الله، فلا يستطيع أن يخترقها مركب ولا سيارة ولا أي شيء من هذه المراكب الفضائية العظيمة. إذن بين السماء والسماء من الأرض إلى السماء الدنيا 500 سنة، ثم من السماء الأولى إلى السماء الثانية 500 سنة، ثم هكذا حتى طلع أنت أضرب 500 سنة في 7 سماوات كم يطلعوا. فهمنا كيف؟ كم يطلعوا؟ يطلعوا 3500 سنة. 3500 سنة هذه أشحال يا إخواني الكرام؟ هذا عمر لا يقدره إلا الله. بعدين هذه السنوات نرجع إليها، هل هي من سنوات الدنيا ولا من سنوات الآخرة؟ علمها عند الله، ما ناش عارفين إلى السنوات هذه مراد بها سنوات الدنيا ولا سنوات الآخرة التي هي اليوم ب1000 سنة، هناك اليوم ب1000 سنة أو اليوم ب50,000 سنة كما موجود في سورة المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. همنا كيف؟ 50,000 سنة، أمر لله تبارك وتعالى عظيم في هذا الكون لا يعلم عظمته إلى الله. إذن يا إخواني الكرام، بعض الناس اغتروا بهذه المراكب الفضائية وأصبحوا يقدسون العقل ويقدسون المهندسين على أنهم جعلوا لهم مراكب جابوا بها وبحثوا فيها في الكون فلم يجدوا ملائكة ولم يجدوا إلها، استغفر الله. هذا كله كفر وكذب، كما قال الطاغية نتاع روسيا لما رجع غاغارين من الرحلة الأولى سنة 62، لما رجع فرحت به روسيا كثير، لأن أول رجل فضاء خرج عن نطاق الأرض وذهب إلى السماء هو غاغارين الروسي. لما رجع جمعوا كروتشاف وجمع ما يزيد على 25,000 عالم في واحد المؤتمر عظيم، وجلس مع كروتشاف وجلس مع غاغارين. واش قال لهم كروتشاف عدو الله؟ قال لهم غاغارين بعد ما طلع ولا أخبرني، بعد ما راح أبحث وخرج بعيد ولا أبحث، أنه لم يجد الإله الذي تدعيه الفلسفة الدينية. قال لهم غاغارين راح ولكن ضرب دورة وخرج وحوص في السماء ما بقى حتى رب اللي رام يقولوا كائن ورام يعبدوه ما شافوش. فمن كيف؟ يعني راح حوص الدنيا وحوص ملكوت الله تبارك وتعالى كل حاجة لله. هو راح دار فوق روسيا وزي وانزل. فمن كيف؟ لأن السماوات يا إخواني الكرام سقفا محفوظا، لا أحد يدخلها إلا بإذن من الله، ولا أحد يستطيع أن يصل إليها، لأن المسافة بين الأرض وبين السماء 500 سنة، و500 سنة لا ندري هل هي من سنوات الدنيا ولا من سنوات الآخرة. لذلك هذا الأمر هذا يا إخواني الكرام يبين أن الله تبارك وتعالى العظيم عظيم خلقه وعظيم جبروته وعظيم ملكه. إذن هذا كله يا إخواني الكرام تخلي المؤمن يزداد إيمان إذن يا إخواني الكرام هذا كله الله تبارك وتعالى يبين العظمة نتاعو في هذا الكون العظيم، لما يقول والسماء وما بناها. إذن الله تبارك وتعالى يقسم بالسماء ويقسم ببنيانها، أو يقسم بالسماء ويقسم بالذي خلقها وبناها، ألا وهو الله تبارك وتعالى. إذا عرفنا على أن السماء مبنية لا شك ولا جدال في هذا. إذا يزيد الله تبارك وتعالى الذي يطابق السماء هي الأرض، يقول والأرض وما طحاها. طح الأرض ودح الأرض كلاهما سواء. كاين آيات أخرى ويقول والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. فهمنا؟
وهذه السورة يقول والأرض وما طحاها، طح الأرض أو دح الأرض إذا بسطها ووسعها من جميع الجهات. وفعلا الأرض واسعة متسعة من جميع جهاتها، فهي مبسوطة واسعة. فهمنا كيف؟ إذن الله تبارك وتعالى أقسم بالأرض وأقسم بالأرض كذلك أثناء توسعتها وأثناء تفرقها من جميع الجهات، وكذلك أقسم بالنفس وما سواها، ونفس وما سواها. النفس يا إخواني الكرام المراد بها كل المخلوقات التي تفرعت من آدم وحواء، هذه هي النفس. كل نفس تفرعت من آدم وحواء، سواء كانت نفس مؤمنة ولا نفس كافرة، فالله تبارك وتعالى قد أقسم بهذه النفس، أقسم بالنفس وأقسم كذلك بتسوية هذه النفس، لأن الله تبارك وتعالى خلقنا وسوانا وصلحنا وعدلنا وقومنا أحسن تقويم، بحيث الله تبارك وتعالى لما خلقنا لا يستطيع أحد أن يأتي وينتقد مخلوقات الله ويقول الإنسان لو كانت عند عينه في الوسط كان مليح، ولا كان عنده نفو فوق رأسه، ولا مذنيه من جهة منيه كان يطلع أحسن من اللي يدركع. يعني ربي سبحانه سوانا ونظمنا وصورنا فأحسن صورنا، فلا يستطيع أحد أن ينتقد مخلوقات الله تبارك وتعالى، لأن الله قال ونفس وما سواها، يعني أقسم بالنفس التي هي جميع النفوس التي تفرعت وتولدت من آدم وحواء، وأقسم الله تبارك وتعالى بتسوية هذه النفوس، سواها في جميع شؤونها، من ناحية السمع، من ناحية البصر، من ناحية الإدراك، من ناحية الكلام، من جميع الأشياء الله تبارك وتعالى سوى هذه النفس وعدلها. ولا أحد يستطيع يا إخواني الكرام أن يتدخل في خلق الله تبارك وتعالى بحيث يستطيع أن يكون جارحة غير الجوارح التي عندنا، أو يبدل يعني حاجة من الحاجات اللي خلقها ربها في النفس يبدلها، فلا يستطيع. هذه كلها يا إخواني الكرام إن دلت على شيء فإنما تدل على عظمة الله تبارك وتعالى في أنفسنا، كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني أشياء دالة على عظمة الله تبارك وتعالى هي في أنفسكم. أفلا تبصرون أنفسكم؟ أفلا تتأملون في أنفسكم؟ فإذا تأملت في نفسك أيها العبد الضعيف ورأيت أن جوارحك تامة ونفسك تامة وجميع أمورك قد تم، فاعلم أن لك ربا عظيما هو الذي سير فيك هذه الأشياء. ونفسك تامة وجميع أمورك قد تم، فاعلم أن لك ربا عظيما هو الذي سير فيك هذه الأشياء. وأنا أضرب لكم مثلا صغيرة، الإنسان يا إخواني الكرام عنده زوج كلاوي، واحدة على اليمنى واحدة على اليسرى، فهمنا كيف؟ شحال يوزنوا؟ يوزنوا ما يزيد شوية على 300 غرام، سمعنا ولا ما سمعناك؟ 300 غرام. هذه الكلاوي يا إخواني الكرام الوظيفة تاعهم أن الماء يرجع فيهم والدم يروح ليهم، هما يصفوا الدم ويصفوا الماء من الأملاح والدم من السكر، وهكذا يخدم وظيفة لا يعلم عظمتها إلى الله. بعض الناس أعاذنا الله وإياكم من هذا المرض، بعض الناس يمرض مكلاوي، اسمعوا، يمرض مكلاوي يدوه الواحد الآلة أنت على التنظيف، يسموها بالعجمية تاعهم يسموها دياليز. هذه الآلة هذه أنا دخلتها وشفتها يا إخواني الكرام، دخلت للدار وين موجودة، دار فيها حوالي 15 متر مربع،
فهمنا كيف؟ وفيها الآلات والإنسان يبطحوه في السرير ويتقبله من رجله ويتقبله من يده والدم يبدأ يروح ويمشي في الآلات هذو كلها ويرجع الدم للإنسان وينظفوا له الدم هذاك من الأملاح ومن الأوساخ ومن البولينا ما مادة يسموها البولينا فيها جميع أنواع الأملاح والعياذ بالله الضارة لجسم الإنسان. لما تنظر انت لهذه الآلات كلها اللي موجودة في وسط 15 متر مربع فهمنا كيف؟ هذه الآلات كلها تؤدي وظيفة واحدة للكلى التي توزن فيك أيها الإنسان 300 غرام فهمنا كيف؟ ويلزم يروح ينظف اليوم ويجلس يومين في بيته ويزيد يولي غدوة نهار ثالث ينظف. لو كان يجلس في بيته ما ينظفش الدم نتاعه يتسمم ويموت وينتفخ ويموت في بيته. لذلك هذا المرض والعياذ بالله للناس هذو هؤلاء والعياذ بالله هم أموات وهم أحياء. ميت هو حي. لو كان يسافر غير منا لليل وهرا ويولي يموت في الطريق لماذا يزمن الآلة هذه كل يوم كل يوم يعيش داخلها؟ فهمنا كيف؟ عنده مرتين في الأسبوع وكاين اللي عنده مرة وكاين اللي عنده ثلاث مرات على حساب نشاط الكلية وعلى حساب خمولها فهمنا كيف؟ إذا أنت أيها العبد الضعيف فيك اللي هي الكلية هذه يا أخواني الكرام تؤدي وظيفة عظيمة حتى أنهم لما أرادوا أن يستبدلوا بها جعلوا مصنعا عظيما وآلات وعمال وشيء حتى ينظفوا الدم هذا. ومتى ينظفوه؟ ينظفوه لفترة معينة يومين ويكفي يومين ويرجع كما كان. بينما ترك جالس تخدم ولا تبيع وتسري وتمشي وماكش عارف في المصانع اللي راهي داخلك وراهي تخدم من الذي أذن لها ومن الذي هداها ومن الذي علمها؟ الله الذي لا إله إلا هو كما قرأنا في سورة سبح الذي خلق فقدر الذي قدر فهدى والذي قدر فهدى قدر الأشياء هذه ثم هداها إلى وظيفتها فهي تعمل بمنطلق هداية الله تبارك وتعالى. تعرف الأملاح اللي مليحة تخليها اللي مش مليحة ترميها. تعرف الجسد شحال يحتاج تخلي وتوزن يا إخواني الكرام بميزان دقيق لا يعلمه إلا الله. لذلك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا القلب اللي هو مضغة كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم يوزن فيك أيها الإنسان إذا شفت القلب نتاع الكبش هذاك هو قلب الكبش هو قلب بنادم يعني يوزن نص كيلو. لما يقول لك يعني واحد يقول لك أكبر مصنع في العالم ممكن تدخل انت مصنع الطائرات ولا مصنع السفن ولا مصنع أي شيء بينما أكبر مصنع على وجه الأرض هو قلب الإنسان. فمن كيف يجلس الإنسان يعيش 100 سنة 70 سنة 60 سنة والقلب يخبط العام 12 في الليل في النهار في الشتاء في الصيف وما يقول لك شو يديروا على الخارج ننظفوا وغسلوا ويزيدوا يردوا له ولا سمعتوا بها؟ من كيف أنت تستطيع تخدم محرك يخدم 60 سنة ما تدير له زيت ما تدير له حتى شيء قل له يلا يخدم وخليه بالعكس يضرب 4 سنين لابد غير الزيت غير له واش يسموها غير له القطع الغيار جيب من الخارج جيب من الداخل وهكذا حتى نسقموا الموتور هذا حتى ينوض مرة ثانية. بينما هذا محرك جعل الله تبارك وتعالى أذن له أن يضغط وأن يتحرك واللي ما عرفش القلب هذا وين جاي يدير يده على اليسرى ويسمعه يخبط. فمن كيف من أذن له يا إخواني الكرام على ما يحبس على ما يخش راحة؟ لماذا أنت ما تخرج تغسله وترده؟ ماشي شغلك في هذه الأشياء. والذي قدر فهدى الله تبارك وتعالى قدر هذه الجوارح وقدر لها رزقها وقدر لها حركتها فهي تتحرك بتحرك الله تبارك وتعالى لها إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى لها بالوقوف فتتوقف. هذه معدة الإنسان يا إخواني الكرام كيف خلقها الله تبارك وتعالى. أنت تأكل مأكولات مختلفة وتشرب عليها أشربة مختلفة وهي تعصر وتنقي وتذهب هذا يحتاج البيت يعني الدم يحتاجه والجسم يحتاجه تنقيه وتجعله
على جنب، وهذه فضلات لا يحتاجها الجسم ترميها بجنب، من الذي أذن لها؟ انت أعطيت لها أمر قلت لها ردي بالك عليا؟ من كيف ما أعطيت لها حتى أمر؟ وإنما الله الذي لا إله إلا هو الذي أذن لها وأعطى لها المقادير التي تسير بها، وأعطى لها الحركات التي تتحرك بها، فهي تتحرك وتأخذ المقادير المعينة من الدم والباقي ترميه. إذن هذه الأشياء يا إخواني الكرام، من ورائها؟ من ورائها مدبر حكيم عظيم جليل جدير بأن يعبد وحده لا شريك له. هذه كلها يا إخواني الكرام آيات كونية، الله تبارك وتعالى جعل بين يدي عباده حتى يروا عظمة الله تبارك وتعالى، وبالتالي يتهديهم رؤيتهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن لا أحد يستطيع أن يتدخل في هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله تبارك وتعالى. ما دام لا أحد يستطيع أن يتدخل فيها، ما دام أمرها لله وحده لا شريك له، كذلك أمر العبادة والتوحيد فهو مناط بالله تبارك وتعالى، لا يشاركه فيه أحد. فالعبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، والتوحيد لله وحده لا شريك له، لأنه هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. إذن يا إخواني الكرام هذه كلها آيات كونية دالة على عظمة الله تبارك وتعالى. فإذا رأينا أن الله تبارك وتعالى بهذه الآيات عظيم وجليل، إذن جدير بنا أن نعبده وحده لا شريك له، وننبذ غيره من الطواغيت وغيره من الأصنام وغيره من الآلهة، لأنها لا تستطيع أن تتصرف في شيء من مخلوقات الله، وبالتالي لا تستطيع أن تتصرف في شيء من شؤوننا نحن البشر وغيره. إذن ونفس وما سواها، الله تبارك وتعالى أقسم بالنفس وأقسم بتسويتها على أنه صورها فأحسن صورها. إذن ويقول الله تبارك وتعالى فألهمها فجورها وتقواها. إذن فألهمها، الضمير هنا يرجع إلى النفس، أن الله تبارك وتعالى خلق النفس وسواها تسوية عظيمة وصورها تصويرا جليلا دقيقا. إذن الله تبارك وتعالى في هذه الحالة لما خلق النفس وسواها وعدلها، كذلك ألهمها فجورها وتقواها. يعني الله تبارك وتعالى لما خلق الأنفس جميعها ألهمها، يعني المؤمن ألهمه إلى طريق الصواب وإلى طريق الإيمان، والكافر والعياذ بالله كذلك خذله عن طريق الإيمان، وبالتالي نهج طريق الشيطان. إذن الله تبارك وتعالى لما خلقنا كذلك خلق لنا السبل، كما قرينا قبل قليل في السورة السابقة وهديناه النجدين. هذه هي وهديناه النجدين، يعني هي طريق الحلال وطريق الحرام، أو طريق الخير وطريق الشر، اللي قال عليها ربي سبحانه فألهمها فجورها وتقواها. يعني ربي ألهم في كل نفس ماذا يتفق معها. المؤمن يتفق معه الخير فألهمه إلى طريق الخير، والكافر والعياذ بالله يناسبه طريق الشر فألهمه الله تعالى إلى طريق الشر. إذن هذا يا إخواني الكرام يبين لنا وهديناه النجدين، يعني ربي لما خلقك وجعل لك السمع والبصر والأفئدة، وجعل لك وأرسل إليك أنبياء وأعطاك كتبا، كذلك جعل لك طريقين تختار أيهما شئت بدون جبر وبدون ضغط. طريق الخير هاي والراي، طريق الشر هاي، والإنسان
يثاب عن طريق الخير ويجازى كذلك ويعاقب عن طريق الشر. إذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة لا أحد يتعلل بأنه يا رب أنت الذي جبرتني على أن أكون كافرا فلما تعذبني. فمن كيف ما يجيبش واحد يقول له يا ربي يا أخي أنت تدرك خلقتني كافر وعلاش تعذبني؟ وهل أنتم رأيتم الملائكة يجرون الناس من الإيمان إلى الكفر بالقوة؟ وإنما الأمر تركه الله تبارك وتعالى للخيار. فالعبد صحيح أن الله تبارك وتعالى خلقنا وخلق أفعالنا ولكن ترك لنا الخيار. أخلقنا وخلق أفعالنا، أخلق الطريق المليحة والطريق ماشي مليحة، وخلقنا حنايا وخلانا نخيره. كما ضربت لكم أنا مثال، قلت لكم إنسان يدخل الحانوت كبير فيه بضاعات مختلفة مليحة ونظيفة، وبعدين على جانب فيه بضاعة ماشي مليحة، بضاعة رديعة، بضاعة خامجة. يروح الرجل هذاك المول الحانوت يقول له صح أنا راني عمرت قفتي بالبضاعة المليحة، وهذه البضاعة الراشية علاش راك تبيع فيها؟ لوحة. واش يقول لهم مول الحانوت؟ يقول لهم ما اللوحاش راهم جايين ماليها. من كيف كاين ناس إلا جا وما لقاش الفايح هذاك يزعف ويغضب. كيما ترك عايش بالنقي وعايش بالمليح وتاكل غير طرف كسره نقي، تروح لبعض الناس عايشين في الزوبيا ياكل في الزوبيا، تقول له دير واحد تخدم مروه يقول لك لا انا يا من الزوبيا راني مريح. فهمنا كيف؟ اذن هكذا الله تبارك وتعالى خلقنا، خلقنا وخلق افعالنا وتركنا في الدنيا هذه. المؤمنين يخيروا الطريق المليح، والمنافقين والمشركين والكفار يخيروا الطريق الشينه. كيما انت تدخل الحانوت تشري الحاجه المليحه، يجي واحد يشري من رابوج ومن راشي يقول لك هذا الانسان ما يرتاح الا شرى الراشي والرابوج عاد يرتاح. فهمنا كيف؟ وانت ما ترتاحش الا اذا شريت النقي المليح. فهمنا كيف؟ اذن هكذا الناس معادل، والناس كلهم ميسر لما خلق له. اذن الله تبارك وتعالى خلقنا وخلق افعالنا وترك لنا محض الخيار. فمن اختار الخير فالله تبارك وتعالى يوفقه كذلك ويسير له طريق الخير حتى يموت وهو على الخير. والذي اختار طريق الشر والعياذ بالله فالله تبارك وتعالى يخذله على أن يتفق أو على أن يهتدي إلى طريق الخير، وبالتالي يموت وهو على الشر. أعاذنا الله وإياكم من سوء العاقبة وسوء الخاتمة يا إخواني الكرام. إذن فألهمها فجورها وتقواها، يعني النفس أن الله تبارك وتعالى قذف فيها وفي روعها أنها ستهتدي إلى طريق الخير وهو التقوى، أو ستتنكب طريق الخير وتذهب إلى طريق الشر وهو الفجور. التقوى للمؤمنين والفجور للعصاة والمنافقين والكفار والمشركين. إذن الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لطريق الخير وأن يميتنا عليه وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. إذن فألهمها فجورها وتقواها. إذن الله تبارك وتعالى كذلك لا زال مع النفس، لا زال الحديث مع النفس، بحيث الله تبارك وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه آية عظيمة، الله تبارك وتعالى يبين فيها أن الفلاح وقد كما قلت لكم دائما إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، كما قال الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع يعني قد تحقق سمع الله تبارك وتعالى. إذا دخل حرف قد الذي يفيد التحقيق، إذا دخل على الفعل الماضي يفيد التحقيق.
يعني أن هذا الأمر محقق واقع لا محالة. وإذا دخل على الفعل المضارع الذي يفيد الاستقبال يفيد التقليل، كما تقول قد جاء فلان. إذا قلنا قد جاء فلان يعني اتحقق بلي فلان جاء، يعني قد تحقق فلاح المؤمنين الذين يزكون أنفسهم. هنا بشرى للمؤمنين على أن مقاش قد يفلحوا، بالك وبالك، قال قد أفلح حق بلي فلحوا، قد أفلح من زكاها. يعني أيها المؤمن الذي تزكي نفسك وتزكيها بالطاعات وبالعبادات وبالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمناجاته، قد فلحت وقد فزت. فهمنا كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاك سمة الفلاح وأعطاك سمة النجاح وأدخل عليها حرف قد التي تفيد التحقيق، أنك حقا أيها المؤمن قد فلحت وقد نجحت وقد فزت. فهمنا كيف؟ إذن قد أفلح من زكاها، يعني زكى نفسه بطاعة الله تبارك وتعالى وباتباع دينه وشرعه وابتعاد عن معاصيه وعن الأشياء التي تغضب الله تبارك وتعالى، وزكى نفسه بأن يدخلها في مواطن الريب التي لا تليق بالمؤمنين، فهو زكاها ورفعها عن المعاصي وعن الآثام وعلقها بطاعة الله تبارك وتعالى وبعبادته، فهو قد علا بها إلى السمو ورفعها إلى علو لأنه تعلق بالله تبارك وتعالى وبعبادته. إذن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك قد حرف تحقيق دخل كذلك على الفعل الماضي الذي هو خاب، والضمير منه والمضارع منه يخيب، ما قال ربي سبحانه قد يخيب من دساها، قال قد خاب. كذلك هذاك لما فلح هذا خاب، والخيبة ضد الفلاح، نقول فلان فلح وفلان خاب، يعني هذا ربح وهذا خسر. فهمنا كيف؟ إذن هذا فلح لأن زكى نفسه ورفعها وعلا بها وطلعها وعبد بها ربي سبحانه وبعدها عن المعاصي وبعدها عن الذنوب، وهذا خاب وخسر. لماذا؟ لأنه دس نفسه في المعاصي وفي الآثام وفيما يغضب الله تبارك وتعالى، فقد دنسها بالمعاصي ودنسها بالآثام ودنسها بالشرور، فبذلك قد خاب وخسر. فهمنا كيف؟ إذن قد خاب وخسر بينما الثاني قد فلح وأنجح. إذن الله تبارك وتعالى هنا يقول ما دام النفس أنا الذي خلقتها وهديتها النجدين وهديتها إلى ألهمتها طريق الخير وطريق الشر، ولكن بعض الناس يرفعون أنفسهم ويزكونها، وبعض الناس ينزلون بأنفسهم ويدسونها في المعاصي وفي الآثام. إذن الآن الأمر يرجع إلى الخيار، كما قلت لكم ربي خلق خلانا نخيره. بعض الناس يرفع نفسه وبعض الناس ينزلها. فهمنا كيف؟ وكانت العرب زمان في الجاهلية كان فيها شرفاء كرام عظماء، وكانوا فيهم أشرار لؤماء. فهمنا كيف؟ كان الناس من زمان حتى تخلص الدنيا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فهمنا كيف؟ قال الناس معادن، اللي مخير في الجاهلية كي يدخل الإسلام يبقى مخير، يعني كما نقول احنا وليد الناس وليد الناس، ولو يدير فالطة يجي نهار اللي يتوب ويرجع للطريق، واللي مقطع يا لو كانت السبخ بل مخير يبقى مقطع. فهمنا كيف؟ إذن العرب بكري كان فيهم صنفين من الناس، كما رانا احنا دركا فيهم ناس أشراف يعني عاليين المناصب يعني كرماء، واش كانوا يديروا يا إخواني الكرام؟ كانوا واش يقولوا يلزمنا نسكنوا في مكان عالي. تسجيلات التقوى الإسلامية. فهمنا؟
يبنوا في الجبل وفي المرتفع، فإذا أوقدوا النيران أو يراها البعيد، يراها الغريب، يراها الضيف من بعيد، يأتي إليها فيفرحونهم. لماذا؟ لأنهم أعلوا بأنفسهم فأتتهم الضيفان والضيوف من كل مكان، فيفرحون بهذا، يفرحون بالكرم وبالبذل والسخاء، فيرفعون أنفسهم إلى علو حتى يرهم الناس فيأتونهم من كل فج عميق. وكان لئام العرب واللي ضدهم اللي هم لؤماء واللي لهم بخلاء ماذا يقولون؟ يقول نحن إذا سكننا في علو فقد يغشانا الناس وينكدون علينا ويزاحموننا في معاشنا، فلذلك نسكن يعني الوديان ونسكن السهول حتى لا يرنا الناس. فهمنا كيف؟ ينزلوا الناس اللؤماء اللي ما عندهم بنديرة كما تقولون انتم، ما يستحوش، لؤماء بخلاء يسكنوا تحت الجبال باش اللي عود جاي ما يشوف والو، ما يشوف لا خيم ولا سكنة، راهم متخبيين لتحت. والناس الكبار يقول لك بالعكس نعلي روحي باش يجوا ليا. هكذاك الله تبارك وتعالى امدح المؤمنين الذين يعلون بأنفسهم، وثم الكفار والمنافقين الذين ينزلون بأنفسهم إلى الحضيض ويجعلون أنفسهم في أوحال الشرك وفي أوحال المعاصي وفي الذنوب وغيرها من الآثام. فالله تبارك وتعالى عبر عنهم بأنهم قد خابوا وخسروا، خابوا وخسروا لأنهم لن يلتزموا الطريق السوي، الطريق المستقيم الذي التزمه الذين أفلحوا وفلحوا، وهم الذين زكوا أنفسهم ورفعوها من أن يدنسوها بالمعاصي وبالآثام. إذن قد أفلح من زكاها، أفلح وانجح وفلح يوم القيامة الذي يرفع نفسه ويعليها بطاعة الله ويبعدها عن معاصي الله ويشرفها وينزهها من أن ينالها إثم أو معصية. فمن كيف؟ وكذلك بالمقابل قد خاب الذي يدنس نفسه ويدسها في المعاصي وفي أوحال الشرك وفي الآثام وغيره. إذن الله تبارك وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود، يرجع الله تبارك وتعالى هنا انتهى من القسم بمخلوقاته كلها من الشمس والقمر فمن كيف، ومن الليل والنهار والنفس فمن كيف، وكذلك تسوية النفس والسماء وغيرها. ثم أتى بكلام آخر يرجع فيه إلى ثمود، وكنا تكلمنا في سورة الفجر عن ثمود. فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى هنا يقول كذب الثمود. إذن يا إخواني الكرام، لقائل أن يقول ما هو الربط بين بداية الآيات ونهاية الآيات؟ هنا قسم الله تبارك وتعالى يقسم بالشمس ويقسم بالقمر ويقسم بالمخلوقات العظيمة، ثم تأتي الآية وتترك هذا كله وتدخل في كذب الثمود. لأن بعض الناس يتفلسفوا ويقول لك القرآن ليس فيه ربط، ليس فيه ربطا موضوعية، وإنما يتكلم عن الأحكام ثم يدخل في القصص ويتكلم في القصص ويدخل في الأحكام. إذن كلام كما يقوله هما حاشا لله كلام مخلط ماشي مربوط. حاشا لله أن يكون كلام الله تبارك وتعالى المحكم المنزل أن يكون هكذا، وهذا افتراء يا إخواني الكرام على الله عظيم. والعلماء جزاهم الله خير، أهل التفسير بالأخص أصحاب المطولات، أنهم تناولوا هذه الظاهرة بالبحث والتنقيب وجعلوا لكل سورة مع السورة التي تليها وكل آية مع الآية التي تليها، جعلوا ودرسوا واتخذوا لذلك منهاجا عظيما، وخرجوا به إلى ربط موضوعي دقيق
بين كل آية وأختها وبين كل سورة وأختها. إذن هنا الربط يا إخواني الكرام بسيط، هناك الله تبارك وتعالى يقسم بهذه الأشياء خطابا لمن؟ يقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء تقريعا وتنبيها لكفار قريش الذين عاندوا في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا لها ولم ينصاعوا لها. إذن عاندوا وتكبروا وتجبروا، فالله تبارك وتعالى لفت أنظارهم إلى عظمة الله تبارك وتعالى في الكون، في الشمس، في القمر، في النفس، في الليل، في النهار، فكأن الله تبارك وتعالى ينبههم بهذه الآيات الكونية الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى والدالة على عظمة الله الذي أرسل إليهم هذا النبي. إذن فما عليكم إلا أن تؤمنوا بهذا النبي وتؤمنوا بالقرآن الذي جاء به، لأنه هو الذي خلق الشمس، هو الذي خلق القمر، هو الذي خلق النفس، هو الذي خلق الليل، هو الذي خلق النهار، وهكذا. إذن الله تبارك وتعالى هناك خطاب دقيق عظيم لمشركي مكة وكفار مكة، فمن كيف الله تبارك وتعالى يخاطبهم. ثم لما أنهى الله تبارك وتعالى الخطاب لهم وتنبيههم وتقريعهم لفت نظرهم إلى عاقبة من عواقب الكفر، فمن كيف إذن لما الله تبارك وتعالى تكلم لهم ونبههم قال لهم أدخل لهم كذاب الثمود، يعني انتبهوا إلى ما وقع لثمود. فإذا لم تؤمنوا بهذه الآيات الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى فيكون مصيركم مصير قوم ثمود الذين كذبوا بنبيهم، فكانت القارعة عليهم وكانت المصيبة عليهم وقد أبادهم الله تبارك وتعالى. إذن فهمنا الآن الربط بين الآية بين الآيات يا إخواني الكرام الأوائل وبين الآيات الأواخر، ألا وهي إلفات النظر إلى عاقبة الكفر كائنا من كان، أن الكفار عاقبتهم الزوال وعاقبتهم الدمار وعاقبتهم الهلاك. فلذلك الله تبارك وتعالى نبه قوم محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا بالله قبل أن تحل بهم القارعة التي أحلت بقوم ثمود. فمن كيف إذن هذا هو الربط يا إخواني الكرام، لفت نظر على أنكم انتبهوا إلى العواقب التي تكون للكفار ومن جملتها ثمود. والعين الإنسان يقول لك طيب يا شيخ وليش ربي سبحانه في هذه الصورة خير غير ثمود؟ صح ولا مو صح؟ وعلى ما قاش فرعون وعلى ما قاش عاد وعلى ما قاش المؤتفكة قال لهم غير ثمود، كذب الثمود بطغواها. لماذا لم يضرب الله تبارك وتعالى لكفار مشركين لكفار مكة لماذا لم يضرب لهم مثلا غير ثمود وأتى بثمود خاصة؟ فهمنا بالقرآن دقيق يا إخواني الكرام، القرآن علم شامل واسع لا يحيط به أحد مهما أتي من علم وبلاغة وفصاحة. هنا الله تبارك وتعالى أقولها والله أعلم، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. همنا إذن يا إخواني الكرام لماذا اختار الله تبارك وتعالى الخطاب لكفار المشركين لكفار مكة بثمود ثم لم يذكر سائر الكفار مثل فرعون ومثل قارون ومثل كذا من الكفار الأوائل الذين أبادهم كذلك؟ أن كفار ثمود كانوا عايشين في الجزيرة العربية، والعرب دائما تذهب وتأتي على بيوتهم، فلما يريدوا أن يسافروا إلى الشام يمرون على الحجر ويمرون على مدائن صالح
وهم ذاهبون إلى الشام، ثم لما يأتون من الشام كذلك يمرون على مداء صالح اللي هو هذا النبي الذي أهلك الله تبارك وتعالى قومه في ثمود، قوم ثمود. إذن الله تبارك وتعالى جعل ضرب لهم الأمثلة بثمود خاصة، لأن ثمود دائما كانت العرب تعرفها وتعرف مصيرها وتعرف ديارها، فهي ذاهبة عليهم آئبة عنهم. فمن كيف يعودوا رايحين لطريق الشام يتاجروا، يمروا عليهم ويشوفوا الديار تاعهم، هاي القصور، هاو البير الذي كانت تشرب منه الناقة، هذه يعني الأعمدة العظيمة من رخام لا زالت حتى للآن، ولا يمكن للدهر أن يزيلها، لأنها جبال من حجرة عظيمة حمراء منحوتة حتى الآن نحتا عظيما. ولو وصلنا الآن الآلات اللي راهي موجودة الآن والله ما يستطيعوا ينحتوها. فهمنا كيف؟ جبل، تشوف جبل مبني بلقواس مخدوم برا، وتدخل للداخل وتلقى هنا غرف النوم، وهنا الصلاة، وهنا كان يجلس الملك، وهنا كان يجلس العظماء، وهنا القبور تاعهم اللي يموت يدفنوا، يعني شيء ما يصوروش العقل، وكله محفور داخل الجبل. باش حفروه؟ العلم لله باش حفروه، ما واحد ما يعرف يعني الدقة كيف وصلوا بهذا الناس هذو زمان. فهمنا كيف؟ يعني قبل 20 قرن كيف وصلوا هذا الناس لهذا الدقة وهذا العلم، بحيث حفروا ونحتوا الجبال كما قال ربي سبحانه تنحتون من الجبال بيوتا. فهمنا كيف؟ نحتوا الجبال وتقبوها، ومشي تقول يعني تقب كما تدير حفرة، ولا يعني شيء منظم بالسواري وبالأقواس وبالنقوش وبالزخارف والأزهار والأشجار، شيء يعني يحير فيه العقل. فهمنا كيف؟ وبعدين قلت لكم والبير الذي كانت تشرب منه الناقة ما زال حتى الآن البير هذا، بالك لو تحوص الدنيا كلها ما تلقاش واحد فهم وخدم بير كيما هذاك. البير هذا تتعجبوا يا إخواني الكرام، عريض بزاف، في حوالي 500 متر هكذا بالعرض، وفيه على الحيط تاعو صاير دايره هكذا سلوم، كي تبغي تنزل بالسلوم بشوي حتى تنزل لتحت وتخدم وزيد تطلع. كيفاش داروا؟ العلم لله كيفاش داروا. انت الا بغيت تنزل يلزملك طارفه ولا يلزملك سلوم باش تدلي، هو السلوم تاعو لا سقفين مدورينه هكذا، يمشي تنزل وانت تدور، تنزل وانت تدور حتى تلحق لتحت، وكي تبغي تطلع وانت تدور، تطلع وانت تدور، كي شغل الميشه هذيك اللي تتقب. فهمنا كيف؟ هكذاك مازال للان. فهمنا كيف؟ هذه يبعد عن المدينه بحوالي 300 كيلو طريق الذهب الى الشام. هذا يا اخواني الكرام، هذه مدائن ثمود، ونبيها يسمى صالح عليه السلام. هذا القوم يعني اوتوا قوة وأوتوا جدلا وأوتوا يعني قوة ورفاهية لا يعلم بها إلا الله. فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى أرسل إليهم نبيا يعرفون حسبه ونسبه، ألا وهو صالح عليه السلام. لذلك قلت لكم الله تبارك وتعالى هنا أتى بقوم ثمود ولم يأتي بسائر الكفرة. الله تبارك وتعالى أعلم كما قلت لكم أنها يعني الذكرى الخاصة التي كانت خالدة في أذهان المشركين العرب. فهمنا كيف؟ الذكرى الخاصة التي كانت خالدة دائما تلازمهم في أذهانهم أنها قوم ثمود، لما يروحوا للشام يجوزوا عليهم، لما يجوا من الشام يجوزوا عليهم دائما، ويرون ديارهم ويرون بيوتهم، تلك بيوتهم خاوية بما كسبوا. فهمنا كيف؟ إذن يا إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى أرسل إلى هؤلاء الناس، أرسل إليهم نبيا من أنفسهم يعرفون حسب ونسبه، ألا وهو صالح عليه السلام. فلما ذهب إليهم ووعظهم وخوفهم بمصير الكفرة التي يهلكهم الله تبارك وتعالى قبلها، قالوا نحن أولي قوة وأولي بأس شديد، من أين يأتينا الضعف ولا يستطع أن يبيدنا ربك يا صالح؟ إحنا ناس صحاء وناس قويين، وما تشوف واش بنينا واش درنا، الراجل منهم يوقف مع النخلة يأكل منها ويروح، فمنها كيف؟ بطول أكثر من النخلة، يلحق للنخلة يأكل ويجي رايح، ناس يعني ذوي شدة وذوي جبروت عظيم. ولكن نبيهم استلطف معهم
يعني دعاهم بالنين وبالحكمة، فقالوا له بعد أن أجمعوا كيدهم، فقالوا إذا كان ولا بد فلكل نبي معجزة فأتنا بمعجزة. قالوا له إذا كان لابد نتبعوا كل نبي عنده معجزة، أعطينا أنت معجزة. فهمنا؟ قالوا يلا قلوا واش بغيتوا. قالوا هذا الجبل الأحمر لأمامك، وما زال للعال الجبل هذا. قالوا هذا الجبل الأحمر الذي أمامك، مر ربك أن يخرج لنا منه ناقة عشورة. يلا قول ربك يخرجنا من الجبل نافع ونشوف ونتكلموا بعدين. ناقة كبيرة صحيحة تحلب. راح سيدنا صالح عليه السلام دعا ربه خرج الله تبارك وتعالى من ذلك الجبل ناقة عظيمة لم يروا عظمتها ولم يروا من مثل جمالها، ما شافوا حتى ناقة مليحة كما هي وكبيرة كما هي. قال لهم سيدنا صالح زاد لهم على المعجزة معجزة واحدة أخرى، وما طلبوا ناقة خرج لهم ناقة. قال لهم أنا نزيد لكم أكثر من ناقة، على أن الناقة هذه اللي خرجها ربي خلوها تشرب من البير هذا، أنهار تشرب ونهار أنتم ما تشربوا، لما يجي تشرب ما تزاحموهاش، لما أنتم جوا تشربوا ما تزاحمكمش. فهمنا كيف؟ هي ناقة الله وسقياها، يعني هي والسقيا تاعها. فهمنا؟ تشرب وتسقي، لما تشرب 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 وتمر عليكم كل واحد يخرج عند الباب ويشد ماعون ويحلب. ماعون كبير تعمروا لك، ماعون صغير تعمروا لك، عند بابك ما تتعبش، خلوها تشرب برك. هي تشرب 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 شرابا عظيما، ثم تمر على هذه القرية كلها فيحلبون منهم على قدر أقداحهم، فالذي أتى بالقدح الصغير يملأه والذي أتى بالقدح الكبير يملأه، وهي تمر عليهم هكذا. يعني واشنو؟ هاو ربي كرمكم خرج لكم من جبل خرج لكم ناقة، وبعدين ما تعيوش نفوسكم على الحليب، تظل ترعى في الناقة تتوعك باش تحلب، هي تجي تحلب لك، تخلي لها غير ما تشرب برك. فهمنا؟ هذه كرامة ومعجزة في نفس الوقت، إكرام من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الناس المتعنتين، ثم معجزة عظيمة أن هذه الناقة خرجت من الجبل ثم هي تسقي أمة من الناس وتشرب كذلك شربا عظيما. قالوا إيه؟ أبداوا يعمروا وابداوا يحلبوا، وتمر هي وتسقيهم، وبعدين تروح تشرب هي تشرب وحدها، وبعدين بشو يبدأوا يزاحموها في الشريب تاعها، هي لما عدوا ما يشربوا يسقوا ما تجيش تشرب، وهما لما تعود هي تشرب يجوا يزاحموها. قال لهم سيدنا صالح احنا ما اتفقناش وما قلنا لكمش الناقة كي تعود تشرب ما تقربوهاش، لان هكذا ربي قال ناقة الله ناقة ربي هي والسقية تاعها، ردوا بالكم تدناوا ليها. علاش راكم تدنوا على المتاحة تعدوا على المتاحة وما تخلوهاش تشرب؟ سكتوا. وبعدين أجمعوا كيدهم راحوا تخباوا وتلموا. واش قالوا؟ قالوا ما نحتاجوش الناقة هذه باش تشوفوا الناس الذين يتعنتون عن أمر الله تبارك وتعالى أنهم يحفرون قبورهم بأنفسهم ويجلبون الهلكة على أنفسهم بأنفسهم. الأشقياء الكفر الملحدين الذين أهلكهم الله هم يجيبوا البلار راسهم بيديهم. ناقة تشربكم لابس عليكم علاش تعذوها؟ وتاع ربي ناقة الله كما قال العلماء هنا نصبت كلمة ناقة ولم يقل ربي ناقتي ولا ناقة، وإنما نصبها على التحذير ونصبها على الإغراء، يعني انتبهوا واحذروا من ناقة الله تبارك وتعالى ألا تمسوها بسوء وأذى فيصيبكم عذاب أليم من عند الله. إذا اجتمعوا وتدبروا أمرهم بينهم وقالوا لا نحتاج هذه الناقة التي يعني نكدت علينا في سقينا وفي شرابنا، فما علينا إلا أن نقتلها.
سمعتوا؟ نقتلها. إذن قال الله تبارك وتعالى إن بعث أشقاها ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. ماذا كذبوا؟ كذبوا صالحا وقالوا لا نؤمن بهذه الناقة التي عكرت علينا ديرنا وزاحمتنا في السياق اللي هو في الشراب واللي هو في الماشية وغيرها من الزرع، فما علينا إلا أن نقتلها. فانبعث أشقى القرية رجل شقي، والعياذ بالله العرب تقول شقي، وإذا واحد كان أكثر من الشقي تقول أشقى، يعني فيه فعل والعياذ بالله مبالغ فيه، فهو أشد الأشقياء. قال أنا أنتدب إلى هذه الناقة وأقتلها بنفسي. قال لهم واحد من الأشقياء تاع القرية، قال لهم ما يهمكمش، لكاش حاجة تقيسني خليها تقيسني، أنا نروح نقتلها. رفض الحرب تاعه وراح ليها، فهمنا كيف؟ وعقرها أقتلها، فهمنا كيف؟ قتل الناقة يا إخواني الكرام. لما قتل الناقة الله تبارك وتعالى انتقم على هؤلاء الناس، فأرسل عليهم جبريل عليه السلام فصاح فيهم صيحة عظيمة لم يسمع الخلق مثلها، فانفجرت قلوبهم والعياذ بالله، فانفجرت قلوبهم في أجسامهم وماتوا ميتة منكرة. فهمنا كيف؟ إذن باقي الآيات يا إخواني الكرام سنكملها إن شاء الله في درس آتي بإذن الله. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يجعلنا هداة مهتدين إن شاء الله. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.